خزانة المشاهير، اختيارات غنائية وآلية من خزانة ضيف الحلقة، توقيع أنس الملحوني. ونعمتم صباحنا أعزائي المستمعين في لقاء فني جديد من برنامج خزانة المشاهير اللي كنستضيف اليوم من خلاله فنان أنيق جدا، فنان إن لم أقول كيستنشق الموسيقى ماشي 24 ساعة على 24 ساعة، نقوله 48 ساعة على 24 ساعة، يعني عايش بها، فايق بها، كيدرسها، حتى يعني الكتب اللي تيقتني كلها من هذا المجال ديال الموسيقى. يشتغل بالموسيقى يعني دراسة وتدريسا، يشتغل بالموسيقى تنفيذا على مستوى كيوزع العديد من القطاع الموسيقية، واستمعنا للتوزيعات ديالو إذاعة مراكش وتقات العديد من التسجيلات ديال الحفلات اللي كان مشرف عليها، كيشرف بشكل إجرائي على مجموعة جسور، المجموعة الأنيقة، هو المسؤول الفني وهو المشرف على البرمجة خلال السنة. قبل من قدموا لكم أعزائي المستمعين، لأنه تجمع فيه ما تفرق في غيره على اعتبار العازف المحنك على آلة العود الحاصل على الشهادة الأخرى في آلة العود لبخي دونور، وكذلك الملم بدواليب وقضايا الموسيقى المغربية الموسيقى العربية، وله اهتمامات بالموسيقى العالمية سواء كانت الموسيقى العالمة أو الموسيقى الشعبية. قبل ما نستمع له في تحية صباحية، نبدأ مع أولى اختياراته من الخزانة الصوتية ديالو، اختيار شعبي وبغاه يكون فيه البصمة ديال مدينة مراكش، للا زهير وعاودي لي أشجرة لك، للفنان الأنيق زيدي حميد الزهير، الله يرزقه الصحة والعافية. للا يما جابوا لي ولد عمي ممرضى، جاك الخل خال منين جاك، لا لا زهيرو منين جاك الخل خال منين جاك، لا زهيرو عاودي لرشراني، لا لا يما جابو ولد عمي مول الخال، لا لا يما جابو ولد عمي مول الخال، لا زهيرو عاودي لرشراني، لا زهيرو عاودي لرشراني. فالهذا زوين سي يوسف قاسمي جمال، هذه ساعة مباركة فاش تلاقينا، تحية طيبة سي يوسف قاسمي جمال. تحية لكم أخ أناس وتحية للمستمعين جميعا، وهذه ساعة مباركة فاش تلاقينا. حفظك الله. بديتي بحميد الظاهر، أكيد كاين شي سبب. بزاف الأسباب، فكرت فاش تدعيتيني للبرنامج كنشوف واش غادي نختار، واش كموسيقي ومحترف في مهنه الموسيقى. الصوتيه فيها العديد من الانماط كانت تبارك الله، وباقي خاصها ولكن قلت في الاخر خصني نشوف المسائل اللي اثرت فيا انسانيا قبل ما نتعلم الموسيقى، الطفوله والمراهقه اللي جعلتني بدون شك انني ناخذ هذا المسار، نخلي يعني الدراسة الأخرى. لأنه أنت خريج الجامعة وحاصل على إجازة في مادة علمية في البيولوجيا، وبعد ما انتهيت ودرت الواجب ديالي الاجتماعي اتجهت للموسيقى. سيدي حميد الزاهر الله يطول في عمره ويشافيه صديق العائلة. وأنا مني كبرت في الدار كنشوف موسيقيين صحاب العائلة، الأستاذ العصامي، الأستاذ الكواكبي، وحميد الزاهر. وفي الحفلات ديالنا في العائلة كان حيا كثير من الاعراس، ومن وكنا كنمشيو عندهم هما للدار، عنده واحد الفيلا ديك الساعه من اوائل الفيلات اللي كانوا في كيليز. نعم كيستضفنا تما، وكنت انا يعني طفل صغير وكنشوف التدارب ديالو مع الفرقه ومسائل.
وبغيت نقول واحد المستمع لها من غير انه فنان كبير وكيمثل مراكش وكان انا كنت حكيتي ربما نهار بغى يتزوج كان يمكن الوليد شي حاجه بحال هكا فاش بيت في واحد العرس ديالو كانت الاغنيه ديال ليله الخميس انا عقلت كنت حاضر باقي ولد صغير ولكن عاقل على هذه القطعه هذه انما اخترت لاله زهيرو لواحد المستملحه حيت كنت صغير قبل ما ندخل المدرسه تنبدا كنا ساكنين مع عمامي في الدار وكنبدا نبكي تنقول لهم يصوروا لي يرسموا لي شي حاجه وكذا ولا يغنيوا لي شي نشيد وبقيت نقول لهم غنيوا لي شي نشيد تيجيبوا لي الاناشيد في المدرسه وعمتي كانت في مدرسه المعلمات داكشي اللي حافظه والو تنبكي حتى الاخر قلت لهم اش منا قالوا قلت لهم داك النشيد ديال لاله زهيرو تلقات شعرها تلقاتو على ظهرها تلقاتو او لاله زهيرو ما عندهم عندي الاناشيد لان كان عندنا داك الفون وفي الدار وسميتو ايوا هاد لاله زهيرو هي غابره شويه وكانوا شي قطع ما لقيتهمش ما بقيتش لقيتهم نعم بحال قردا بونو بحال شي مسائل غريبه عنده نعم. ويعني هو استاذ فنان كبير هذا انا بغيت تكلم ليا قبل ما ندوزو للنموذج الثاني عازف ماهر على آلة العود عازف ماهر ونقي. يعني اختار واحد الحاجه اللي سبق ليها وما وخداها من التراث ديالنا المراكشي والتقيتيقات ودار منها واحد الحاجه اذا كتسمع الاغاني كاينه آلة وحده العود والدربوكه والطرير وسيمع داك العود عنده وراه كل ما كانش ناجح ما غينجحش في العالم كله حتى اليابان يعني داك نعم. داك اللون ما كاينش بحاله نعم. يعني صاحب مدرسه ايه صاحب مدرسه وهو هو اختار نعم هو كان في الاذاعه كان موظف في الاذاعه يعني بحال المغنيين الاخرين وعنده شي اغنيه يمكن ولا جوج مع الجوق نعم مع الجوق راه باقي موجودين ولكن اختار هذا هو الذكاء اختار نعم. واحد الحاجه يتميز بها على الناس وبسيطه ومشى بها لحد الان الله يطول في عمره يوسف غادي نبقاو في الاصاله المغربيه غادي نمشيو من الفن الشعبي تموازنيت ديال مدينه مراكش والميازين الشعبيه غادي نمشيو للملحون واخترتي من الملحون واحد الصوت اللي للاسف التسجيلات الصوتيه ديالو كانت قليله جدا لكن على قلتها يعني خلت واحد الاثر كبير وخرجت الملحون من في واحد الوقت يعني شحال هذه سنوات خرجتهم ديك البوتقه ديال الملحنيه التقليديين هذا واحد العامل مزيان بزاف في الفن بهجه ادريس والقصيده ديال القناوي بهجه ادريس واحد الاستاذه كبيره في الموسيقى المغربيه نعم. وملتزمه ومحترمه نعم يعني انا اللي عرفت ليها اللي سمعتها فاش كنت صغير سمعنا داك السولو الصغير اللي في القمر الاحمر نعم وسمعت هاد القصيده القناوي اول مره كان كتحسيس بالملحون بانه موجود نعم الملحون والاله كنا كنسمعوهم كيتبرمجوا في واحد الاوقات معينه جعلت نعم. الناس المهم هذا موضوع نعم. اخر ولكن سمعتها عندها هي بطريقتها وحببت لي الملحون والكثر انه من واحد المقام انا باقي ما كنعرفش المقامات شنو هما ولكن الحجاز داك الحجاز بلا ما تعرف سميتو تيحرك فيك شي مسائل يعني هو المقام الشرقي بامتياز نعم فهذاك الشيء علاش هذه القصيده هذه يعني ويلا باقي تتذكر من حتى التنفيذه يوسف من بعد انيق يعني عصري نعم واللي كيجعل بانه راه التراث ديالنا يمكن ليه قابل يمكن انه ليه يخرج يتغزل ويتنقى ويتلبس نعم ويخرج نعم بواحد اسميتو اللي جعلني من بعد واحد السنين بلا ما نقول شحال من سنين حيت وليت محترف في الموسيقى نعم ودخلنا راه انت شاهد على الولاده ديال الجسور مثلا نعم فمن العام الاول كانت هذه من البرمجه نعم الاولى وزعتيها على الاصوات البنات باش تعرف التاثير ديالها عندي بقى مترسخ من الطفوله وقدمتيها كذلك في شادة الالحان في القناه الثانيه في القناه الثانيه وقدمناها في واحد المهرجان اللي كنتو كتشوفوا نعم عليه نعم يعني القصيده كلها مع نعم اصوات نسائيه هذه البصمه ديالت لا الصوت ديال بهجه ادريس ولا التنفيذ ديال عبد القادر رشدي الله يرحمه مع في القياده ديال الجوق الوطني نعم اللي كانوا ما كيكتفيوش بالموسيقى العصريه نعم كياخذوا من التراث ولطيفه امل الله يرحمها كتقدم الشعبي بواحد نعم مع نفس الجوق والحاجه الحمداويه مع نفس الجوق يعني اجواق ما كانش تتكبر على واحد النوع من الموسيقى وكتحسسنا به من تم حيت كتسمع بحال كي داروا جيل الجلاله مع
الشمعة مع الملحون. كانوا الناس ما كيعرفوش الملحون وعلى طريقهم ولاو كيقلبوا على الملحون، وبحال كيدار بوجدوب الصويري دخلوا داكشي المواويل الشرقيه باش يجبدوا الناس، وداروا لهم الصرافات ولاو الناس كيقلبوا على الاندلس اللي كانوا مهمشين. واسمو هادو هادي اخترتي قصيده طويله، غادي ناخذ الى صفحه مخرجه الحلقه الاخت حوريه الرضي بعض المقاطع. هي قصيده جميله جدا، الواحد يتبعها فيها واحد فيها واحد الروايه حكائيه انيقه جدا. نخليكم اعزائي المستمعين مع مقطع صغير من صوت باهي جاي ادريس، هذا الاختيار الثاني ليوسف قاسمي جمال. للخدام خاوي ولا حبراج ريشهم على القدم هوا عليهم حليم حورين عن كيفا خدي في حلام خد من هوا راوي هذا العبد هذا يعني يلاه بداو تيحققوا فيه باقي ما تلاقى مع المحبوبه ديالو. داكشي اللي بغيت نقول، بغيت ننصح الناس مشرط الحناك، كان ننصح الناس ياخذوا هذه القصيده ويسمعوها من الاول. نعم. ويغمضوا عينيهم وتغنيهم على المسلسلات التركيه اكيد ولا اكيد ويرسموا واحد الصور عجيبه وكاين فيها قصه وفي الملحن فيه بزاف، ولكن هذه بالذات كتمثلاجي واحد القصه من الاول حتى الاخر. نعم. نعم. عجيبه جدا. للاسف الشديد غادي نتوقفوا عند هذا الحد من خلال صوت لباهي جاي ادريس وهذا القياس الملحوني العجيب، القياس ديال القناوي. وغادي نمشيو لواحد الصوت، وانا حيت نتناقش مع كاسيوس وحنا كنهيئوا لهذه الحلقه رجعتيني لواحد السنوات قديمه بزاف، وانا كنسمع لهذا الفنانه يعني للاسف ودعناها او ودعتنا هي في واحد السن يعني كانت صغيره، لكن هذه الاغنيه اللي جبتي من خزانتك انا وتنسمعها وانا طفل صغير يعني وذكرتني بالاذاعه وانا طفل صغير وكيف انه الطيور غنات على الطيور. كنتي اخترتي غني يطير مجدة عبد الوهاب كليمة، وحنا كنستمعوا للمقدمه. كنا حنا واحد الجيل كنا كنتذكروا تنفيقوا الصباح، التلفزيون ما كاينش على الصباح. نعم. كان الاداه الوحيده اللي كنسمعوا حيت كنفيقوا الفجر، راه كانت ديك الوقيته حتى لسته العشيه حتى تشعل حتى العشيه وكتسالي في 12 ولا 11 ونص. نعم نعم. ولكن كل حاجه كانت عندها الحلاوه ديالتها. كان المساله اللي كنسمعوا كلنا موحدين هي الاذاعه. نعم. والصباح حيت كتفيق كنا كنفيقوا الى تتذكر تنفيقوا 6 الصباح باش يلا توجد. نعم. وتلقى الوالده مفرجت عليك الفطور، وهذا الشيء كله حنا كنسمعوا اغنيه تبع اغنيه وواحد واحد الاصوات اذاعيه كنا متعودين عليها الصباح. وهذه من الاغاني اخترت انا ثلاثه الاغاني كنا كنسمعوهم الصباح، نخلي الاخرين المفاجاه يجيو من بعد. هذه كتسمعها ما يمكنش ما تفكرش الصباح وانت نايض غادي للمدرسه،
نعم هذه الاغنيه وبغيت نختار اغنيه اخرى لها ولكن ماشي ديال الصباح احتفت الفوت عاد سولتك والله يرحمها كان صوت كبير بزاف وسميته ولكن الحياه هي هذه للأسف شديد نماذج اللي جبتي يوسف يعني من نماذج كثيرة نتمنى على أنه الوقت يسعنا باش يعني نستمعوا لها نمشيوا للنموذج الثاني اللي هو كذلك من الأصوات اللي كبرنا فيها وإحنا أطفال صغار تنستمعوا لها من على أمواج الإذاعة الوطنية اللي كانت هي الملاذ الوحيد ديالنا فأكيد هذا كذلك صوت آخر من الأصوات اللي كنا نستمع لها إلى ممكن يعني تعطينا هذا وقت ما أنا سمعت لها تنمشي للبولكا تنمشي للبحر الأبيض المتوسط اليونان تركيا بالأساس مع البوزق أهلا وسهلا بالأحباب زرونا والملقاطب ظلغت يا قلبي ويا الله قوم استقبل هنا على الباب ظلغت يا قلبي ويا الله قوم استقبل هنا على الباب هوبا شنا ناي شنا ناي ناي شنا ناي يولم شنا ناي ناي هوبا شنا ناي شنا ناي ناي شنا ناي يولم شنا ناي ناي درب البيت فرش هزور خلي البيت شعشع نور درب البيت فرش هزور خلي البيت شعشع نور يا دولاب الفرحة دور دوروا وبرم يا دولاب يا دولاب الفرحة دور دوروا وبرم يا دولاب هذه تركيا ولا يونانية ولا هذه هوب شيكالاي تركيا وكتغني هي بالعربية وكتغني كوبلي اخر بالتركية واني لو ستيل ديال اليونان يعني هذيك اللي قلتي البحر الابيض المتوسط يعني داكشي طروب طروب المغنية طروب اللي ما كنعرفوا اغانيها وما كنعرفوا سميتها نعم يعني وهي بالمناسبة هي الزوجة ديال كانت الزوجة ديال محمد جمال احد كبار المغنيين في لبنان نعم واللي الى رجعنا للطفوله كنا كنشوفوا دوك المسلسلات اللبنانيه بالعربيه الفصحى بالابيض والاسود وكان من ضمن هذه المسلسلات مسلسل زيرياب على القصه زيرياب وكان هو البطل ديالو عزيف وملحن كبير وموزع لقيتها ديال عبد المجيد مجدوب هذيك لقيتها هي هذا المسلسل دابا نقلب عليه في اليوتيوب واش نلقى ما لقيتو شيء يعني ما يمكنش تخرج الصباح للمدرسه كتسمع كتسمع هذا النوع الاغاني وتمشي زعفان ولا تمشي طير ليك ولا تمشي كتخرج من المدرسه يعني مناسبه نشكروا الناس اللي كانوا كيبرمجوا بحال هذه المسائل الصباح كتخرج انت من شارح في هذا السياق هذا حاولتي أنك تعطينا ثلاث نماذج لهذه الحويجات اللي كنا نسمعوها مع 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 الصباح اخترتي اختيار آخر من الاختيارات ديال الشحرورة فنخليوك تتكلم على على صباح يعني كانت واحد الرشاقة كبيرة يعني سواء في تمثيلها أو في الغناء ديالها واخترتي لها النموذج على الضياع خصوصا واحد الفرح واحد الابتسامة دائمة يعني نعم. ما تسمعش صباح وما تكونش تضحك وانا يعني انا اخترت في هذا البرنامج نشوف المسائل اللي اثرت فيا في الصغار بزاف وفي المراهقه في الصغار كنت كنسمع بزاف ما كنت كنسمع ام كلثوم ربما باش تفاجئوا يعني ام كلثوم محمد عبد الوهاب رياض الصباطي من بعد هذه الفتره هذه صباح تتعجبني من ضمن الناس اللي كيعجبوني وهذه الاغنيه بالذات كانت تتعجبني وما عمرني كنعرف واش محمد عبد الوهاب ولي ملحن يعني حتى درست من بعد نعم. وعاد وليت كنعرف ودرست موسيقيين نعم موسيقى
غربتنا وغربتنا من بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا وغربتنا الشب يسبب لو عدنا يوسف صباح من يعني الفنانات اللي جمعت صراحة ما بين القدرة على التشخيص والقدرة على الغناء، وكانت بحق هذاك اللقب اللي تعطاه الشحرورة. الشحرورة وعندها واحد الرقم قياسي ما بين المغنيات والمغنيين العرب، أطول نفس فاش كتدير شي موال وكتعطي واحد الصوت نوطة واحدة طويلة. نعم. يعني ما كاينش اللي كيوصلها. ماشي في العلو في المدة الزمنية، المدة واحد يعني تعطيك واحد الجملة موسيقية طويلة بلا ما تعود تاخذ النفس ديالها. يعني رحمها الله. خزانة المشاهير، اختيارات غنائية وآلية من خزانة ضيف الحلقة، توقيع أنس الملحوني. يوسف ما كانش ممكن اختياراتك تكون كاملة بلا ما تكون جيل جلالة. انت ولد المدينة وكتربطك علاقات مع جل الأعضاء ديال المجموعة، ماذا تمثل بالنسبة إليك مجموعة جيل جلالة والاختيار اللي اخترت لها؟ دابا أنا اخترت جيل جلالة كتمثل واحد الموجة كانت ديال الظاهرة ديال هاد الأجيال اللي تسمو المجموعات. ولكن دابا جيل جلالة من ناحية قبل ما نعرفهم، كنعرفهم كجميع الناس يعني التأثير ديالهم في المجتمع. نعم. فبأبسط الأشياء هاد الأغنية اللي اخترت هنا، أولا عاد اكتشفتها تاني من جديد. أنا اخترتها قبل ما نعود نتصنت لها على التأثير اللي كان عندي، واحد القصة صغيرة اللي تأثيرت هاد الشيء اللي اخترت اليوم كله في الموسيقى. نعم. أول حاجة أنهم كتسمعوها ما فيهاش آلات، كتسمعوا الأصوات والإيقاع، والآلة اللي كتعزف معاهم كتسمع بعيدة. موندولينا. كنسمع هنا ثلاثة النوطات وكروماتيك. نعم. يعني ثلاثة النوطات قراب. نعم. هما اللي كاينين في هذه الفترة هذه. أنا تكون عندي شوف شي 10 سنين ولا 11 عام ولا شي حاجة بحال هكا. عندنا واحد الجيتار، ما كيعرفوا الحب ديالي للموسيقى، وحنا كالمراكشيين كان كلنا عندنا آلة الإيقاع في الدار. جاب لي الوالد واحد الجيتار قديمة. نعم. ما كنعرف لا نساويها ولا النوطات ولا والو، تنبقى نجبد في دوك الوالد حتى تقطع الوتر ورا الاخرى، تبقى فيها وتره واحده خرجتي بها الكروماتيك. بالصدفة كتخرج تقنيا كتعرف دوك لي كاز، الا لعبتي بالكاز كدير ثلاثه النوطات وحده قريبه للاخرى. اول نغمه كتخرج لي هذه النغمه ديال هذه الاغنيه هذه، فبقات عندي هذه وفرحت يعني قدرت ندير شي حاجه كنسمعها. وثانيا كتسمع هذه الاغنيه، هذه الاغاني كي كانوا كيطلعوا بالطبيلات وشي بندير وشي آلات اللي كتنغم، كيقولوا ديك الساعه كتنغم، وكان واحد التاثير في المجتمع لانه الكلمه والصدق. هذه الاغاني ديرهم دابا بجوق كبير بتعطيك واحد الاعمال كبرى يعني. وكاينه تجارب اللي خدات هاد النماذج واستمعنا لهم يعني خدوا وخدوا حقهم. جيل جلاله غير كان روم بلاسي بها المجموعات كلها، ناس الغيوان، المجموعات اللي كانوا عندنا هنا في مراكش، السهام، نواس الحمراء، بهجاوة. هاد الاغاني كلها هنا كانت راسخه في الذاكره ديالنا. السهام ماشي من مراكش،
حنا كنعتبروا كل شيء لانه نبع من جي جلاله ومن سميتو هادشي كله نبع من هنا. المهم الحمد لله المغرب كله انما كنتحدث على هاد المجاهد. يوسف انا غادي نمشي الان المحطه من المحطات من حياتك الفنيه، وانا ادرك على انك انت من الناس اللي يعني كتحطوا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في واحد وهو اهل لذلك، لانه كان الفنان اللي تاقلم مع اجيال واجيال متعدده، وفي كل مره عطى لذاك الجيل اش بغى. اخترتي من بين ما اخترتي واحد القصيدة رائقة جدا، لا في الكلام ولا في اللحن ولا في الأداء، تمكلتم هذه ليلتي. وبقى وافي التنفيذ اللي دار في اللقاء ديال السحاب مع القصيدة الأولى اللي غنيتي. إيه هذا حتى تكون انت عمري شي حلقة ديالته هو وغادي تحتو هذه المسائل. نعم هنا ذكرتي محمد عبد الوهاب، انما انا اللي كيتبادر على ذهني في هذه الوقيتة ملي خرجت من الطفولة شوية وصلت السن ديال قول بالضبط اليوم اللي مات فيه ام كلثوم، اللي تداع خبر ام كلثوم بحال شي بولاش على ليا، ما كنسمعش انا ام كلثوم. التلفزه المغربيه نقلات بعدا قالت الخبر ديال الدخول، انا باقي عاقل الدخول ديالها للسبيطار المستشفى، ومن بعد النهار الاخر النبأ ديال الوفاه. نعم تما بحال الا شعلتي واحد الفاتيل عاد بدا الاهتمام ديالي بالسن ديالي 12 او 13 عام ديك الساعه. ام كلثوم هاد الملحين كلهم كنعرفهم من خلال ام كلثوم، هي اللي كنعرف. محمد عبد الوهاب ما عنديش به شي، يلا اللي كيجمعني به الاغاني اللي عنده ام كلثوم. محمد عبد الوهاب ما اهتميت به حتى دخلت للدراسه وعرفته تقنيا، يعني كيفاش تفكر كفيلسوف موسيقي. انما هنا ام كلثوم مني عرفتها صافي، يعني لدرجه انه ما بغيتش نشجع لي ميلومان شوبان وداك الشيء يتبعون في الطريق، انني واحد العام عودت في المدرسه في الثانوي من بسبب اهتمامي بام كلثوم. يعني بديت كنجمع داك العام كله كنجمع الريبرتوار ديالها ونسجل الكتب اللي مكتوبين عليها، واحد الهوس يعني غير طبيعي. وحتى المده الاخيره ما كنقبلش شي واحد يقول لي شي نقد على ام كلثوم، يعني عندي بحال شي حاجه مقدسه ما يمكنش يعني دابا مع السن مع كترجع بان ام كلثوم انسانه، يعني عندها هفوات عندها، ولكن اللي كيهمني منها هو الأعمال اللي خلات لينا والصوت ديالها اللي كيمتعنا وهذا الشيء اللي كاين. رجعوا لهذه القصيدة هذه، ما عرفتش غيكون عندنا الوقت فاش نسمعوا الغناء حتى هو. جورج جرداق اللبناني كانت يلا بدات واحد المشروع ديال مع محمد عبد الوهاب باش كل سنة ياخذوا قصيدة من بلد عربي. نعم ويلحنها هو، بدات بالهادي آدم بدات في جورج جرداق من لبنان هذه ليلتي، تبعتها الهادي آدم من السودان غدا القاك، ثم اللي دارت من الهندي اقبال. هذاك الشيء ماشي دابا الدول، هذا اللي كانت بدل مع محمد عبد الوهاب بوحدو. نعم بياخذوا من كل بلد عربي واحد، وكانت غيتبعوا في تونس هذا شاعر الشابي. نعم ولكن يعني توفات قبل ما يتحقق هذا الامل. هذا هذه ليلتي علاش؟ لانه دابا جيت شويه كنت نقرا في عصر المعاش، وتنكون جايب ابن البناء وتنجي من باب من ساكن في درب الدقاق باب الدكاله، وكان دير ديك الطريق اربعه الخطرات ذهبا وايابا. وجبيده كانت عندك يا يوسف بالبيكالا وكندوز من الجبل الاخضر، لا كيعرفوا الناس المراكشيين ديك الطلعه، ولكن اللي ممتع اللي كيدوز ليا ديك طلعه الجبل الاخضر هو امامي الكتبيه ديما حاط قدامك الكتبيه وجاي تشوف الكتبيه وطالع في ديك الطلعه كلها وانت كتشوف الكتبيه، يعني تمتعنا بالاثار ديالنا وبالتراث ديالنا. وحيت كنكون راجع في الاخر ديك الساعه كان البروفي كان للرابعه، وكنكون جاي في الطريق وكنغني، كندوز الامتحانات اخر السنه وكنغني هذه ليلتي والقلب يعشى كل جميل مرارا في الرجوع ديالي في العشيه من كنغنيهم. وبقاو مرتبطين ليا حتى الان في ديك الفتره ديال الربيع فاش كندوز الامتحانات الاخرى، حيت كتوصل ديك الوقيته في العام كيرجعني واحد الحنين لهاد الاغاني بجوج لهاد الاغنيتين، وكيفكروني بالنجاح لانه دوزنا امتحانات ونجحنا. وكذلك في الاخر ديال المذهب كتقول شي اشياء اللي كنشوفوهم دابا ما كناش نفكروا فيهم ديك الساعه، سوف تلهو بنا الحياه وتسخر فتعالى احبك الان اكثر. جوج ديال المبادئ الفلسفيه انه داك الشباب فاش كنا وداك الشيء ما كيعرفش بنادم اش مخبي ليه، اكيد ولكن ماشي داك الشيء اللي غادي يوقفنا.
اكيد اللحظه الفتره كنعيشوا الفتره اللحظه اللي حنا فيها والكلام ديال الشعر كله ديال القصيده كلام فلسفي كبير اكيد وهذا من العظمه محمد عبد الوهاب صوره نعم كانت التلفازه كانت دعت اغنيه قارئه الفنجان ورحيله مصورين سينمائيين تصوير نعم. اخراج مغربي نعم وكنت ديك الساعه كنتمنى تكون هادو من هذه الليله من الاغاني اللي تصور وكنت نعم. تصور انا في دماغي بدوك لي زيفي والبحار والامواج والنواسيه يعانق الخيامه نعم. فيها تصوير عجيب نبقاو مع مقطع منها يوسف ان شاء الله سالينا بالكوبلي ديالك سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالى ونتمنى يتلهو بنا إيجابيين أكيد بطبيعة الحال مرضي الوالدين دائما القدر تيكون طيب ولطيف جبتي لي الكلمات مرضي الوالدين ذكرنا في الأول حميد الزاهر وهذا وقت ما مرضي الوالدة ديالك كيقول لك الناس هي داك شوية ودار به تنقول لهم أنا راه حاضر مني كنت صغير نعم. كيف كيعامل الوالدة ديالته الله يرحمها نعم. وكيفاش قدامي أنا صغير كتوقف قدامنا وتهز ديك الطريقه القديمه اللي كانت عندنا في المغرب تهز جليله وتحطهم لي على راسه وتدعي معاه تنقول لهم راه الانسان راه رضات الوالدين عندنا ماشي ما عندناش عادي نمشيو من محمد عبد الوهاب الى موسيقار اخر يعني اعطى الكثير وكثير للموسيقى العربية وأكثر من ذلك من كبار العازفين على آلة العود من كبار الملحنين من كبار المؤلفين الموسيقيين ومن كبار الدارسين للموسيقى كانت تحدث على صاحب المدرسة اللي في واحد الوقت من الأوقات كنا كنستمعوا ليه وكانت الأغاني ديالو ممنوعة وكنا إلا تنستمعوا ليه مع خالد الهبر تنزلوا الأصوات وتنمشوا للقنارية ونشريوا الكاسيتات بالتخبية شريتي الكاسيتات ديال مارسيل مع قعبور مع خالد الهبر أنا شريتهم من بعد كان عندي واحد الموقف اخر ولكن مزيان جبتي هذه القضيه لانه مهم كان مولاي مبارك في القناريه ولا الله يرحم مولاي مبارك بهذه المناسبه هذه كنا كنعيه وكانوا شي والسامي
يعني الا بغيتي شي حاجه أو كنا حنا ديك الساعه في الجامعه كنا كيجيبوهم بالتخبيه في الايام ديال كانوا لقاءات طلابيه او الا كان شي اضراب او شي حاجه. انا كان عندي كان كيعجبني خصوصا حيت كنت نسمعو كيغني كانوا اللي عنده فلو كان عنده بالعود ما كانش عنده الفرقه ماشي توزع لي تنستمع إيه كان غير بوحدو بالعود وكيعجبني ولكن كي تيقولوا فرنسا تيلمون تيعجبني ما تنبغيش نتصنت ليه بزاف نعم لانه كانت ما عرفتش ما هادشي ما قدرتش في الاستوديو واش كان كيقيس فيا شي حاجه او ودوك الظروف اللي كانت عندنا النضاليه في الجامعه في الكليه هنا جبتي لنا واحد الفتره شويه بديت عاد بديت ندخل عاد للكونسيرفاتوار انما كان تعجبني العزف ديالو في العود يعني متميز وهو جوج الناس النظره اللي ديك الوقت ما قدرتش نختار نماذج كثيره كاين تقسيم المشهور ديال الاشواق ديال الرياض السنباطي هاد جوج الناس هما اللي حببوني وجعلوني نختار العود في المعهد حيت دخلت مارسيلو ورياض رياض السنباطي هو الاول خصوصا في التقسيم المشهور ديال الاشواق وهاد الاغنيه بدات واحد الجمله راه غدوز كيعرفها جميع عازفين هذا هنا كتابة موسيقية أخرى تكتبت هذه من بعد حيت الظروف ديالته تحسنات ولا عنده اتصال بأجواق كبيرة واسمو إن في ذاك اللي كنا كنسمعوا في وين كان عندها توزيع آخر مع الأوركستر الكبير مع الأوركستر الكبير نعم هذا ولكن اللي كتبقى لنا في الذاكرة هي الفيرسيون الأولى اللي بالعود اللي بالعود وعود من العاصفة وكنا كنشريو داك الشيء غير من مسجل ومسجل في الكازيطة ولا كتسجلو من عند شي واحد إلا ما عندكش الفلوس نعم كتاخذ تسجل من تدير جوج مسجلات وكل شيء داز من هذه المرحلة هذه وتتقول الناس اللي حداك سكتوا ما تهضروش وتصرت الكازيطة وتصرت الكازيطة ودير لها ستيلو نضلنا مزيان دابا بواحد الزر في اليوتيوب وفيديو كتجبد كل اللي بغيتي ولكن مزيان كان عنده واحد الذوق وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك وشد وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك عساني أصير إلها إلها أصير عساني كان شمو يوسف ريحة الكتابة اللي دار في جدل هذا موضوع اخر عادي يسرقنا عادي يسرقنا عادي نمشي نبقاو في لبنان وعادي نمشيو كذلك الصوت والانتماء ديالها المدرسة كبيرة كذلك عطات الكثير للموسيقى العربية واكيد يعني المؤرخ الموسيقي راه كيوقف عند هذا الصوت نهاد حداد وانا اعلم الحب الكبير ديالك ليها ودائما يعني سميتها الاخرى باش يعرفوها فيروز المستمعين فيروز لكن ترني اختيارك لتيك تيك يا مسلم اي لانه اغانيها مشهوره ومعروفه ما هادشي ودابا قلنا دير فيروز في الانترنت غتلقى اللي بغيتي نعم هذه قطعه دايرها للاطفال نعم دارت مجموعه اغاني للاطفال بالفعل باش تشوف الانسان كيف ما كانت القامه ديالته ان احنا باقي عندنا واحد الريبيرتوار خاص بزاف نعم عندنا خاص موسيقى الطفل وما خصناش نحقرو الا بغينا نديرو موسيقى للطفل نديرو لها شي لحن بسيط بلا قياس وشي اغاني نزلو بحال هنيني يا مومو داكشي كتغني ليه وكدير توزيع اللي كدير في الاغاني كبيره وكتغني هادي كانت في واحد الفيلم نعم بالفعل من بين هاد الاغاني كاينه وليدات تضربوا معاه من بين الاغاني كاينه يلا تنام يلا تنام من لي بيرسوز ديال اللي كاين في العربي هادشي كيدعونا نشوفوا في الريبرتوار ديالنا المغربي على الاغاني اللي عندنا كثيره وامازيغيه وعروبيه وفاسيه وشماليه في تنويم الاطفال ولي بيرسوز واللي كنغنيوهم للدراري الصغار الهدهدات عندنا بزاف عندنا بزاف وسورتو في التراث الامازيغي حتى هو فيها بزاف اش بغيت نقول هنا على فيروز وتيك تيك يا مي سليمان اللي كانت فكر انا شخصيا انه حيت كان عندي اختي صغر مني وكنت نجيب يلا بديت نتعلم العود وعندي الكتاب اول كتاب شريت نتاع النوطه
كنت لقيتو تيتباع شي مكتبة الكتاب ديال فيروز، وفرحت حيت لقيت الاغاني اللي عندي فواحد الكاسيطه فواحد الالبوم كاينين، وكان بدا تنغنيهم ليها زعما نقول لها تيك 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 يا ام سليمان. تحيه طيبه لسعيده الاخت الانيقه، وهذه فرصه اعزائي المستمعين اللي ما سمعش لنا، وهذه من القطع اللي ما مشهوراش بزاف عند فيروز، نبقاو مع مقطع منها ولا نعاودها اعزائي المستمعين. والجارة بدا امحه والامحه عند الطحان، تيك تيك يا ام سليمان، تيك تيك جوزك وين كان، تيك تيك يا جدي يا جدي التلج لحيتك غطت عالمرج، والهوى بده خيمي والخيمي بده حيطان، تك تك يا ام سليمان، تك تك جوزك وين كان، تك تك كمل حقلي عم يقطف خوف ورمان، وين النجمال يا حني بالعنطرة، شو طعميناهن ام حضرة، شو سقيناهن مي معطرة، يا عمي الغراب جوزني بنتك، غادي نختمو بالخيال الموسيقي لأحد كبار الموسيقيين المغاربة، واللي لا أظن فوقته كنا كنفقهو يعني، وكنا تنقدروا القيمة الموسيقية ديالو. سي عبد القادر الراشدي رحمه الله، اخترت ليه من الروائع ديالو بطل النضال، وصوت عملاق، صوت لالا نعيمة، وتوزيع ديال السي خشان الله يرحمه، السلام خشان، اجتمع في هذا نعم العمل فيها كبير. نعم. من خلال هنا بغينا نذكروا واحد الايام اللي كنا كان عندنا جوج المواعيد في العام، عيد العرش وعيد الشباب، كنتسناو ديك السهره نعم. ديال ليله العيد، لانه كيجتمعوا كيخرجوا فيها العباقره نعم. الملحنين نعم. احسن ما عندهم نعم بالفعل. وباقي كنتذكر اللحظه اللي قعدوا كنتفرج فيها في نعيم سميح، الى باقي تنعقل واحد التكشيطه حمراء يمكن باقي نعم. عاقل نعم. وكتغني هذه الاغنيه بحال شي سحر، كيفاش مخلط واحد يعني ما يمكن تصنفوا لا مغربي ولا شرقي ولا حاجه خاصه نعم. شي حاجه جايه من شي عالم اخر، هاد الجمل اللحنيه نعم. وكيفاش العربيه الفصحى داخله مع الزجال، وكيف الكتابه الموسيقيه كان فاش بقى نهضروا فيها بزاف، نخليو يعاودوا يتصنتوا لها شويه نعم. للأسف الشديد يعني الوقت من الوقت داهمنا بواحد شكل كبير، لكن معك يوسف أنا لا أخفيك على أنه في هذه الحلقة حققت الرقم القياسي في النماذج الموسيقية والنماذج الغنائية، أول مرة تنوصلوا تبارك الله 11 نموذج. كنعتذر لا طولت عليكم، ولكن ما عمرنا فتنا في البرنامج 8 نماذج. نخليك في كلمة توديعية للسادة مستمعي إذاعة مراكش اللي تتابعونا في هذا الأثناء، ونقول غير إلى اللقاء مجيد فيه إن شاء الله يكونوا لقاءات أخرى، وهذا كنعتذر أنه ما قدرناش نسمعوا الناس، كنخليوهم نعم. شوية جيعانين نعم. ولكن هاوما عندهم العناوين، وعاود يقلبوا عليها، وكنتمنى الإذاعات عاود الإذاعات السخط والإذاعات مراكش تعاود مرة تدير لنا هاد الأغاني هادو أكيد. وكنشكرك أستاذ أناس وجميع الطاقم، وهاد الحلقة خاصة غير بالتأثير ديال المسائل اللي كانت قبل ما ندخل نقرا الموسيقى، اللي جعلتنا نبحث في الموسيقى، يعني المكونات كتشوفهم متنوعين بزاف نعم. ماشي كان عندي ديك لا بريتونسيون نقول راه كنت نسمع غير الكلاسيك، والكلاسيك ما اكتشفته حتى من بعد نعم. والاكثر من ذلك لا اخفيكم اعزائي المستمعين، سي يوسف راه ما جبدناش يعني، او ما خليناهش يتكلم باللغه ديالو، لانه عشاقه تسمعوه هو كيحاضر في المجال ديال الموسيقى. كنودعكم على امل لقياكم بحول الله في حلقه اخرى. كنشكرك يوسف على قبول دعوه البرنامج، شكر موصول الاخت حورية الراضي اللي كانت معكم على مستوى الإخراج، هذا أنس الملحوني كان من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، كيحييكم لكم مني كل الحب، إلى اللقاء.
خزانة المشاهير، اختيارات غنائية وآلية من خزانة ضيف الحلقة، توقيع أنس الملحوني.